الجيل قعدوا في منطقة إسوان دي أديكم الأرض كلها. الهدف شنو؟ الهدف يجيب له قوة ثالثة تحارب له النوبة والبيئة عشان تبعده من المستعمر الروماني. وفعلا النوبات قبل العرض قعدوا في المنطقة دي ودخلوا في حروبات مع النوبة ومع البيئة خلاص، وعملوا مملكة اسمها نوبادية، أول مملكة خلاص، أول مملكة عملوها وقعدوا. ديل دخلوا دماء جديدة ودخلوا لغات جديدة من شمال افريقيا دخلوها في المنطقة دي، لكن اتزاوجوا مع النوبة خلاص ودخلوا جزء من مفرداته. يلا الآن لغة الضناغلة ولغة المحس بتلقى مثلا فيها تشابهات، لكن برضو تلقى بين الضناغلة وبين العجم مثلا تلقى في كلمات مشتركة، تلقى بين المجموعات الثانية مثلا ميدوك تلقى عندهم كلمات مشتركة. لكن أنا برد الكلمات المشتركة دي للغة المروية، يعني موجودة في كل لغات السودان اللي هي اللغة السابقة والقديمة. فموضوع الهجرة النوبية ده هل هم من الجبال للنيل؟ ده موضوع شائك جدا جدا، والعلماء ما وصلوا فيه لحل نهائي. لكن النوبة أساسا مذكورين في النقوش الكوشية، مذكورين كانوا موجودين في المنطقة أساسا، يعني ذكروا مؤرخ يوناني اسمه استرابو وأراتوسينس ذكروا النوبة دي، قالوا هم كانوا موجودين مسيطرين على المنطقة المين مروي اللي هي جمشندي دي لغاية الدبة، يعني صحراء بيوض، ما كان الصحراء كانت خضراء. دي كان النوبة كان عندهم فيها ممالك قبلية مختلفة لا تتبع لملك مروي، ممالك مستغلة خاصة بهم، وده الحاصل بالنسبة لهجرة النوبة. شكرا أستاذ أياب، إجابة كافية. لكن تعقيب بسيط، أنا واحد من الناس اللي بفتكر أنه هي زي ما قال ما كانت هجرة واحدة، هي مجموعة بتاعت هجرات وهجرات عكسية، مجموعة هجرات وهجرات عكسية. أول حاجة في حاجات لازم الناس تفهمها، النوبيين واسم نوبة، النوبيين واسم نوبة، الاسم ده ظهر بعد انهيار مملكة مروي اللي هو المملكة الكوشية في الفترة بتاعت بعد الميلاد 400 بعد الميلاد. وتحدثوا بعد ذلك بعض المؤرخين عن النوبة وعن أصول النوبة، يعني في مؤرخين زي اليعقوبي وأبو سليم الأسواني قال بيتكلم عن أنه أصل النوبة بيقولوا جنوب مدينة نوابة، في مدينة اسمها نوابة في كردوبان، جنوب مدينة نوابة دي بخمسة مراحل، ويبعدوا عن النيل أربع مراحل، المرحلة فيها حوالي 450 كيلومتر أو 250 كيلومتر، عموما الخمسة مراحل بتعمل 450 كيلومتر، والتسعة مراحل بتعمل حوالي 450 و1200 كيلومتر، دي بترجعنا طوالي للمناطق بتاع جبال النوبة. إذن كان في هجرات من جبال النوبة إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب. عموما المنطقة دي المؤرخين أثبتوا أنه كل المنطقة دي زمان كانت الناس عايشين قبل ما تصحى اللي هو غرب النيل، وعايشة مجموعة اسمها النوبات أو النوباتيين. بعد ذلك شكل الهجرات، أنا أفتكر أنه الميدوب نقطة مفصلية جدا، الميدوب في أقصى الصحراء وعندهم ارتباطات ما بين لغتهم مع لغة الكاربو ولغة الأنجم عموما، الكاربو تحديدا مع الميدوب، وكذلك في ملتقيات كبيرة جدا ما بين لغة الميدوب ولغة المحس وما بين لغة الميدوب ولغة الضناغلة. فأنا أفتكر أنه ودي ما حاجة غريبة أصلا، ما غريبة لأنه بتلقى نحن لما بنبحث بنلقى أنه في مشتركات ما بين لغات في جبال النوبة بين لغات البداوين في شرق السودان قاعدين نلقاها. فالمشتركات اللغوية دي، ودام ما نحن زمان كلنا كنا بنتكلم لغة واحدة وبنكتب لغة واحدة اللي هي اللغة المروية قبل ما تظهر باقي اللغات دي، فاصلا ما حاجه غريبه ولا حاجه مستبعده، كل السودانيين هم اصل للحضاره دي. حصل شنو خلال ال 3000 سنه دي؟ 3000 سنه، والمشكله مشكلتنا كبيره جدا، كان ما في توثيق شديد. مشكله واحده من مشاكلنا السودانيين ما قاعدين نوثق. لكن البحوث ما زالت مستمره واكيد كل الناس حترجع لحضاراتها دي. يا جماعه انا شاكر لكم جدا، ان شاء الله حكون معكم بكره وبعد بكره ثاني باذن الله. شكرا جزيلا للأستاذ محمد أنور أبو حراز والأستاذ الطيب أحمد محي الدين، الباحثين المتخصصين في تاريخ السودان القديم. أخوانا دي سلسلة بتاعت محاضرات عن تاريخ السودان القديم، دي المحاضرة الثانية منها. أنا لاحظت في الأسئلة كانت غطت
في السؤال الأول في المحاضرة الأولى يعني الأخ راشد بشير وليد أبو زيد يتكلم في المحاضرة الأولى عن أقدم وجود حضري تاريخي موثق هو في السودان. بالتالي إحنا مش عرب ولا أفارقة، إحنا سودانيين. الأفارقة والعرب يقولوا هم سودانيين. وفي برضو مقولة مشهورة اللي هو بتاعت إنه كل زول عنده موطنين، بلده اللي بينتمي له والسودان، لأنه ده الأصل هنا، الحضارة بتاعت الوجود البشري. فدي السلسلة بتاعت المحاضرات دي أخواننا موجودة في مجموعة الباحثين السودانيين. الجروب بتاعنا في الفيسبوك اسمه سودانيز ريسيرشرز انيشيتيف بالانجليزي، وفي هو تقريبا 467 الف عضو. فنحن اسي رغم انه عدد الناس اللي بيكونوا متواجدين هنا ده في المحاضره شويه، لكن اللايف بتاعنا بيترفع في الفيسبوك وبيرجع الميدان تاني عبر كل زول شايل موبايله وبيحضر اللايفات دي. فاخواننا شيروا اللايفات، انضموا للمجموعه، والمنبر ده منبر قومي لكل الناس. نحن دايرين نسمع بعض، نتعرف على بعض، نحب بعض، نخطط لبناء السودان المستقبلي. الان كل الناس اللي بيستضيفوا اخواننا في الاغلب بيكونوا باحثين، والكلام بتاعهم بيز على البحث العلمي، يعني الاساس بتاعه بحث علمي، ماذا يتكلم كلام ساي عشان ما نخطط غلط يعني. فاسي معانا برضو دكتور تامر محمد احمد. دكتور تامر استاذ في كليه الاجتماع في جامعه الخرطوم، وقدم كان عندنا موكب الباحثين السودانيين يوم 30/4، الموكب اللي هو بنستشعر فيه المشاكل بتاع التعليم العالي والبحث العلمي والى اخره. نحن نقول حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. فكان يتكلم على مستويات السلطة ومشاكلها مع البحث العلمي. قبل شوية كان عنده مخاطبة في حتة تانية، وانا اعتقد الموضوع مهم جدا جدا للناس انها تتوعى به. المستويات بتاعت تسقط بس في زول بمجرد ما عمر البشير مشى من السلطة وبالنسبة له سقطت، والناس دي قاعدة في الاعتصام لشنو ما تمشي بيوتها صح؟ في زول تاني بمجرد ما انه عمر حميدة ولا عبد الله البشير شالوا ده بالنسبة له سقطت خلاص، الناس دي قاعدة شنو معطلة شغلنا والى اخره. لكن ما هو المستوى المطلوب لكلمة تسقط بس؟ دكتور تامر كعالم اجتماع هيقول لنا المستوى المطلوب. هنعمل شكل بتاع حوار يعني، تفضل يا دكتور تامر. اخوانا نرحب به. الحاجة اللي كنت بقولها إنه بعض مرات بيتكلموا عن الدولة العميقة. الدولة العميقة الناس شكل النقاش القاعد يكون بيصوروا الدولة العميقة بشنو؟ بإنه والله يا أخي الناس دي ما كانوا ماسكين الاقتصاد، وليس ماسكين الاقتصاد، مش الناس دي مكنوا ناسهم في 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 الجيش هنا، الناس دي مكنوا ناسهم في اي مؤسسه قاعدين. لا ده ما يخصى